فادح قلت بأنه بعد ما علم الخطورة بدأت تتضح من أقدام اللاعب العروي وكان فريق الجيش الملكي كان هناك تقدم في الرواق اللي كيتواجد فيها العروي بفضل سرعته وقلت منذ البداية بأن تغير من معالم هذه المباراة ويمكن أن تكون أحد الأوراق ما كاينش هناك تسلل تمريرة جميلة في العمق كان سوء التوصل ونشاهد الكرة ارتطمت بالعروي والهدف سجل بالخطأ خطأ فادح للكردي ياسين يمكن نقول بأن هذا الهدف قد يأثر عليه بشكل كبير لأنه نشاهد الكرة كانت في اتجاه الشباك ولكن الكردي أكمل الكرة في الشباك بفضل الضغط والبريسنج اللي مارسو العروي إذن العروي يمكن أن أقول ينقذ فريق الفتح الرباطي في هذه المحاولة ويصطاد هدف لم